المدعي العام في جمهورية الجبل الأسود المنوثق عن انشطار يوغوسلافيا سابقا يتهم من وصفهم بقوميين روس بمحاولة تدبير انقلاب في بلاده عبر اغتيال رئيس الوزراء ميلو جوكانوفيتش الموالي للغرب قتلا بالرصاص بواسطة قناص محترف. الاتهامات الموجهة للمدبرين المفترضين لمحاولة الاغتيال المزعومة تتضمن أيضا تهمة التخطيط لاقتحام البرلمان وإقامة حكومة في الجبل الأسود موالية لموسكو. إننا نتعاون مع روسيا، وفي هذه المرحلة من التحقيق جمعنا مجموعة من الأدلة تؤكد أن مدبري هذه المحاولة الانقلابية مناضلون قوميون جاءوا من روسيا، إنهم مواطنون روس. المدعي العام أوضح أن امتلاكه أدلة على تورط أشخاص روس في هذه العملية يجهل مكان تواجدهم حتى الآن لا يعني توفره على أدلة تثبت تورط روسيا في المؤامرة المزعومة. في 16 من أكتوبر تشرين الأول اعتقلت مصالح أمن جمهورية الجبل الأسود نحو 20 شخصا من الصرب وأهل الجبل الأسود وصفوا بالتابعين إلى قوات شبه حكومية صربية بالتزامن مع إجراء الانتخابات العامة بشبهة التورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء قبل الإفراج عن 6 منهم لاحقا. جمهورية الجبل الأسود تستعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي العام المقبل مثيرة عدم ارتياح روسيا.